لتسليط الضوء أكثر على أزمة الاتفاق النووي الإيراني بعد أن قررت طهران رفع تخصيب اليورانيوم إلى 60%. ينضم إلينا عبر سكايب من غازي عنتاب الباحث المتخصص بالشأن الإيراني مالك الحافظ. أستاذ مالك، بداية مرحبا بك. إيران ترحب أو تركب 1000 جهاز طرد مركزي في محطتها أو محطاتها النووية مع رفع نسب التخصيب إلى 60%. يعني بما تفسر هذا الإجراء؟ تحية طيبة لكم يا سادة المشاهدين. يعني في الحقيقة هو استفزاز إسرائيلي ناجح، هذا الاستفزاز للدلالة على أن إيران ليست محل ثقة، إيران لن تكون يعني منكفئة على ذاتها، أو حتى فعلا قد يؤطر لها الحجم الذي كان يجب أن يكون ضمن الاتفاق الجديد. هذا الاستفزاز هو كان يعني رد إيراني، أعتقد هو صحيح أنه لن يكون له أثر مباشر وتنفيذ حقيقي. الضرر الذي تم إلحاقه في المنشأة لن يسمح لهم برفع مستوى التخصيب، لكن أعتقد أنها يعني كانت ضمن إطار رسائل متبادلة. إسرائيل نجحت في ذلك، وإيران بالتأكيد يعني لدى واشنطن صورة واضحة عن توجهاتها. إدارة بايدن لن تتوجه إلى أي اتفاق كما فعلت إدارة أوباما، ويجب أن يكون هناك شروط جديدة، يجب أن يكون هناك تلافي لأخطاء الاتفاق السابق. أعتقد أن هذا التصعيد الإعلامي، وإن كان يعني دائما إيران تذهب إلى هذه المعارك الإعلامية، لكنها كانت أيضا سحب إيران لناحية مهمة جدا لدى إسرائيل وأيضا الدول التي دخلت في هذا الاتفاق، أن إيران خارج أو هي إيران جاهزة للتصعيد وهي غير في محل ثقة تماما. نعم. ألا يعد هذا عملا عدائيا من قبل النظام الإيراني يهدد العالم؟ يعني إذا كان الأمر كذلك من وجهة نظركم، يعني تهديد أمن العالم، ما المنتظر من المجتمع الدولي حيال هذا الإجراء؟ أعتقد يعني يجب أن يكون هناك شروط حازمة، لا توجد أي ضغوط على سواء الاتحاد الأوروبي أو حتى الجانب الأمريكي. تحاول روسيا دفع الجانب الأمريكي أكثر لهذا الاتفاق، روسيا أيضا لا تحاول ذلك عن عبث، هي تحاول أن تضغط لمصلحتها من أجل أيضا تحجيم متعدد الأطراف أو متعدد المستويات في سواء في سوريا أو حتى أيضا في دول المنطقة. لكن أعتقد أن هذا العداء من قبل إيران، هذا النشاط التخريبي، هو يعني ليس بالجديد، لكن كانت إدارة بايدن تحاول أن تعيد تقييم المستوى التفاعل مع هذا النظام. أعتقد الأمور ليست في نهايتها بالتأكيد، ليست في نهاية المسار، ما زالت هناك أيضا جولات أخرى. لا يعني أن انهيار المباحثات في فيينا هو مصير هذا المسار، لكن أعتقد أن هناك أيضا تصعيد آخر قد يكون من قبل إسرائيل، أو حتى أيضا تصعيد إعلامي من قبل إيران. ما زال مسار التصعيد يعني في طور متوسط. ماذا عن موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي والمندفع باتجاه التقارب مع إيران؟ يعني موقف الاتحاد الأوروبي هو ليس بالموقف الجديد، موقف الاتحاد الأوروبي كان يعني لم يختلف في فترة إدارة الرئيس ترامب. أعتقد الاتحاد الأوروبي يسعى لتخفيف آثار هذه المشاغبات الإيرانية المستمرة في المنطقة، لديهم مجال واسع للتعاون مع الجانب الأمريكي. أعتقد أن هذه المحاولات لا يمكن استعجال الحكم على نتائجها، لكن هذه المحاولات الأوروبية لاحتواء إيران من ناحية ول يعني تخفيف أثر هذه المشاغبات لن تجدي نفعا. التصعيد في المعارك البحرية الأخيرة
والآن أيضا في هذا التصعيد الإعلامي أعتقد أنه أخذ مستوى عال وغير متوقع. هذا يعني أن هذه الجهود الأوروبية قد لن تلقى أي نتيجة إيجابية، وستكون أيضا محاولات فاشلة كما كانت في فترة إدارة الرئيس ترامب. إلى أي مدى أيضا ترى أستاذ مالك الحافظ أن الإجراءات التصعيدية التي اتخذتها طهران مرتبطة بشكل أو بآخر باستهداف مفاعل نطنز؟ بالتأكيد هناك تلازم، يعني هذا الاستهداف للمفاعل وأيضا ما سبقه من استفزازات متبادلة هو بالتأكيد هذا يرتبط بما حصل في رفع مستوى التخصيب. أعتقد أنها أيضا محاولة لاختبار، وهناك عد على الأصابع من سيستطيع أكثر يعني المحافظة على هذا المستوى من التصعيد. كانت إسرائيل دائما في الفترة القريبة الماضية تقول أنها ستصعد أكثر مع إيران. إيران يعني إلى الآن تحاول ألا تهدم تماما مسار المفاوضات، هي بالتأكيد مخنوقة جدا على أكثر من صعيد، وهي إن حاولت صعدت إعلاميا لكن هذا ينافي الحقيقة والتدهور الداخلي للنظام الإيراني. هم محتاجون جدا لهذا الاتفاق، لكن بالتأكيد الجانب الأقوى هو الجانب الأمريكي، كان ينتظر خطوة من الجانب الإيراني. هذه المحادثات غير المباشرة لن لا تعني شيء، لكن الخطوة الإيرانية هي ليست للأمام، واضح أنها خطوات للوراء، وهذا يعني يصعب المهمة على أيضا الوساطة الأوروبية. التصعيد في المنشأة وأيضا رفع مستوى التخصيب هو يعني دلالة واضحة على تعنت إيراني مستمر. أعتقد يعني الأمور إلى تدهور أكبر داخل النظام الإيراني على الصعيد السياسي والاقتصادي. عبر سكايب من غازيانتاب تركيا الباحث المتخصص بالشأن الإيراني الأستاذ مالك الحافظ، شكرا جزيلا لك.